الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على دربه وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أحبتي الطلبة من الصف العاشر، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. درسنا اليوم هو الدرس 14، خاتمة الإنسان ومصيره. سنتحدث اليوم في درسنا هذا أحبتي الطلبة عن المواضيع الرئيسية التالية: مفهوم الموت، سبب الموت، وصلاة الجنازة، والحياة البرزخية، و عن مصير الإنسان بعد البعث. هذه المواضيع الأساسية الرئيسية التي سوف نتحدث عنها بإذن الله عز وجل في درسنا هذا. فتعالوا معي أيها الأحبة لنعيش مع هذا الدرس الذي يتحدث عن أمر مهم في حياة الإنسان. تأملوا معي أحبتي الطلبة عن عنوان الدرس، أو حول عنوان الدرس: خاتمة الإنسان ومصيره. خاتمة الإنسان، أي عندما تسمع بهذا العنوان فإنك تستشعر خاتمة المشاريع، خاتمة أهداف الإنسان، خاتمة أنفاسه، أي أن لهذه الحياة الدنيا بداية ونهاية. وهذا هو التصور الذي تصورناه في محور أخذناه في درس سابق، التصور الإيماني عن الحياة، وأن هذه الحياة تمر في ثلاثة مراحل: مرحلة الحياة الدنيا، والمرحلة الحياة مرحلة الحياة البرزخية، ومرحلة الحياة في الآخرة. ومرحلة الحياة الدنيا أيها الأحبة، فإن الإنسان يعلم علم اليقين أنه سيغادر هذه الحياة الدنيا، لأن لهذه الحياة الدنيا كما علمنا بداية ونهاية، والله عز وجل قد أخبرنا بذلك. فكيف تكون نهاية الإنسان في هذه الحياة الدنيا؟ نهاية الإنسان أيها الطالب إنما تكون بالموت. بالموت، فإن الإنسان يغادر هذه الحياة الدنيا. فما هو مفهوم الموت؟ ماذا نقصد بالموت؟ الموت هو انتهاء أجل الإنسان وانتهاء حياته الدنيوية، ويكون ذلك بخروج الروح ثم فقدان القدرة على أداء الوظيفة الحيوية أو الوظائف الحيوية نتيجة توقف القلب والدماغ وسائر الأعضاء. هذا هو مفهوم الموت. الموت أيها الطلبة لا يعرف صغيرا ولا يعرف كبيرا، ولا ملكا ولا سلطانا، ولا غنيا ولا فقيرا. الموت يأتي للإنسان بغتة بشكل مفاجئ في وقت لا يخطر على بال الإنسان. إذا لابد أن نقف وقفة مع الموت، ونعلم أن الله عز وجل خلق الإنسان واستخلفه في هذه الحياة الدنيا لعمارتها على طاعته وفق شرعه ومنهاجه. لذلك اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينهي حياة الإنسان بالموت. لماذا؟ لماذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن ينهي حياة الإنسان بالموت؟ حتى يحاسب ويثيب المحسن على إحسانه، ويعاقب
المسيء على إساءته. لذلك لابد أن ندرك هذا الأمر وأن نعلمه جيدا، إنما وجدنا على هذه الحياة الدنيا لطاعة الله عز وجل، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله عز وجل أيها الأحبة قد كتب على عباده الموت كلهم جميعا، قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. واعلم علم اليقين أن هذا الموت لن يقع إلا إذا قدر الله عز وجل ذلك، ولن يقع إلا بعلم الله عز وجل. قال جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. واعلم أيضا علم اليقين أنه لن يستطيع أحد أن يفر من الموت إن حان وقت أجله. قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. واعلم أن الله عز وجل قد أخفى عن الإنسان موعد موته، لما؟ رحمة به وليكون مستعدا لذلك اليوم. فاستعدوا أيها الطلبة للقاء الله جل وعلا، واعلموا أن من فوائد التذكر بالموت أن الموت يعمق شعور العظة والاعتبار عند الإنسان، يحثه على اغتنام فرص الحياة فيما ينفعه في هذه الحياة الدنيا، يقبل على الخير، يقبل على مشاريع الخير، يقبل على تعلم كتاب الله عز وجل، يقبل على مشاريع إطعام الطعام وإطعام الفقراء والمساكين، على بر الوالدين وغير ذلك من المشاريع الخيرية يقبل عليها الإنسان، ويبتعد عن فعل الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل. لذلك الصحابة الكرام كانوا يتذكرون الموت، حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كان ناقشا على خاتما له: كفى بالموت واعظا يا عمر، كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا. أيها الطلبة علينا أن نتعظ وأن نتذكر هذه الحقيقة المؤلمة التي تجعلك تبتعد وتفقد الأحبة، تفقد الأحبة، تبتعد عن الأعزة وتفارقهم. لذلك جبريل عليه السلام يوصي الأمة ويوصي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوصية عظيمة تكتب بماء العيون. قال له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك الله عز وجل إذا قضى أن ينهي حياة إنسان في هذه الحياة الدنيا فإنه يوكل ملك الموت ليقبض هذه الروح، فيقف
ملك الموت عند رأس الإنسان. فإذا كان طائعا إلى الله يقول: يا أيتها النفس الطيبة أخرجي إلى رضا الله، فتخرج هذه الروح كما تخرج القطرة من في السقاء، فلا يتألم الإنسان ألما شديدا، وإنما ألم سكرات الموت سيتألمها لا محالة. لكن الله عز وجل يكن مع المتقين ويكن مع الطائعين ويثبتهم في هذه اللحظات. ولكن إذا كان الإنسان عاص إلى ربه، فاسق كافر لذلك، فإن ملك الموت يقف عند رأسه ويقول: يا أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط الله، فتخرج هذه الروح كما تخرج لا لا وإنما تهرب هذه الروح، تهرب في الجسد، تريد أن تختبئ، فينتزعها ملك الموت فتتقطع معها العروق والأعصاب. انظر إلى الفرق بين حياة الإنسان ونزع روحه، حياة الإنسان المؤمن، وكيف حال وحياة الإنسان الكافرة، ونهاية حياته كيف تكون. حياته تكون مؤلمة ونهايتها مؤلمة. أما بالنسبة للمؤمن فحياته تكون سعيدة ونهايته سعيدة. أسأل الله عز وجل أن تكون نهايتنا نهاية سعيدة. وللموت أيها الأحبة أسباب، لكن اعلموا أن هذا السبب إن لم يأذن الله عز وجل أن ينهي حياة الإنسان، فإن هذا السبب لا يكون هو السبب للموت، إلا إذا أراد الله عز وجل للإنسان أن يغادر هذه الحياة الدنيا. فهذه أسباب ظاهرة جعلها الله عز وجل مقدمة للموت. فالسبب الحقيقي للموت هو انتهاء الأجل الذي حدده الله عز وجل للإنسان، وجعل هذا الأمر مخفيا عن الإنسان. فلما كان هذا الأمر مخفيا عن الإنسان جعل هنالك أسباب مقدمة لتهيئة الإنسان لمغادرة من يحب والابتعاد عمن يعزه ويعتز به. لذلك من هذه الأسباب الإصابة بالأمراض أو التعرض للحوادث أو القتل، أو إنسان يسبح ثم بعد ذلك أثناء نشاط السباحة هذا يغرق، وهكذا مما يحدث الإنسان من حوادث وأمراض. وكما قلت لكم أن هذه الأسباب الظاهرية لا تؤدي وحدها إلى الموت إلا إذا أراد الله عز وجل ذلك. فكم من مريض أصيب بمرض ولكن هذا المرض لم يكن هو السبب الحقيقي لمغادرة هذه الحياة الدنيا، وإنما السبب الحقيقي هو انتهاء أجله. والله عز وجل أيها الأحبة جعل الإنسان يعلم حقيقة مهمة، وهذه الحقيقة هي أن الموت بيد الله عز وجل. لماذا؟ حتى يطمئن الإنسان على رزقه وأجله، وحتى يأخذ بالأسباب ويحافظ على حقوق الناس. فلما يعلم الإنسان أن الله عز وجل جعل الموت بيده فإنه حينئذ يطمئن فلا يخاف،
والأمل في قلبه يصول ويجول ويأخذ الأسباب ويسعى في طلب رزقه من الحلال، لأنه يستشعر مراقبة الله عز وجل وأنه سيغادر هذه الحياة الدنيا لا محالة، وبالتالي فلن يعتدي على الآخرين ولن يؤذي الآخرين، ويكن في حياته إيجابيا بعيدا عن السلبية في الحياة. فإذا قبض ملك الموت هذه الروح، فإن الواجب على أهل الميت أن يغسلوه كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام، ويكفنوه، ثم يذهبون به ليصلى عليه. وهنا سنتحدث عن هذا المحور الأساسي في درسنا حول صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة أيها الأحبة هي صلاة خاصة تصلى على الميت، وهي فرض كفاية. إذا حكم صلاة الجنازة فرض كفاية يؤديها المسلمون بكيفية معينة على من مات منهم، وهذه الكيفية أنت تعلمها، وهي عبارة عن 4 تكبيرات. في التكبيرة الأولى يقرأ سورة الفاتحة، في التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي التكبيرة الثالثة يدعو للميت، وفي التكبيرة الرابعة يدعو للميت ولجميع المسلمين، ثم يسلم على اليمين ويسلم على الشمال. الإمام أيها الأحبة يقف عند رأس الرجل، وإذا كانت امرأة يقف عند وسطها، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولصلاة الجنازة أيها الأحبة فيها عظة للإنسان. كيف يتعظ لصلاة الجنازة هذا الإنسان؟ فعندما يقف ليصلي على الميت فإنه يعتبر بالموت، يتذكر الموت، ويتذكر أنه سيغادر هذه الحياة الدنيا، ويتذكر مصيره بعد ذلك. ولذلك فإن الإنسان تجده يجتهد في هذه الحياة الدنيا ويزرع خيرا حتى يلقى خيرا في هذه الحياة الدنيا. فكما قلت لكم الدنيا مزرعة للآخرة، من زرع خيرا حصد خيرا وله الجنة، ومن زرع شرا حصد شرا والعياذ بالله وله النار. يصلى عليه صلاة الجنازة ثم يأخذونه ويدفنونه في قبره، القبر صندوق العمل. القبر هو بيتك الثاني، بيت الدود، بيت الوحشة، بيت الظلمة، لكن على المؤمن روضة من رياض الجنة، أما على الكافر فهو حفرة من حفر النيران. لذلك في القبر أمور مهمة سنتحدث عنها في العنوان الآخر أو الموضوع الآخر، لكن لابد أن أتحدث هنا أن بعد ما يتم دفن هذا الميت فإن أهله يقفون لكي يقبلون تعازي الناس. فينبغي على الناس أن يقدموا لأهل الميت التعزية بما يخفف من حزنهم ويحملهم على الرضا والصبر والتسليم بقضاء الله عز وجل. هذه هي فوائد التعزية، نسلي الناس، نصبرهم، نوجههم على أن لا يسخطوا على قضاء الله عز وجل وقدره، ونعزيهم ونقول لهم كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إن لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، أو بأي عبارة من العبارات المعلومة عند الناس، عظم الله أجركم وأحسن الله عزاءكم
وغفر الله لميتكم، فكل ذلك جائز في شريعتنا الإسلامية. الآن أيها الأحبة، تقبل الناس التعازي من أن تقبل أهل الميت التعازي من الناس. والآن تأتي حقيقة مهمة جدا، أن الإنسان إذا دخل قبره فلن ينفعه إلا عمله الصالح. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. الآن الإنسان أيها الأحبة في قبره، في قبره، وهنا الحديث عن الحياة البرزخية، وهو من المحاور الرئيسية في درسنا اليوم أيها الأحبة وأيها الطلبة. الحياة البرزخية، والمقصود بها هنا حياة القبر، حياة الإنسان في قبره. ولو سلطنا الضوء على مفهوم هذه الحياة، فهي مرحلة تسبق الآخرة، إذ ينتقل الإنسان بعد موته من الحياة الدنيا إليها، وهي حياة الإنسان في القبر كما قلت لكم، وتستمر هذه الحياة إلى أن يأتي يوم البعث والنشور. ولا نعرف عنها شيئا إلا ما جاءنا عنها من خبر الوحي، يعني أننا نحن لا نعلم عن الحياة البرزخية إلا بما علمنا إياه وذكره لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن هذه القضايا من القضايا العقدية المتعلقة بالغيب، والغيب في شريعتنا الإسلامية لا نتحدث عنه إلا بما تحدث عنه وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك في القبر أيها الأحبة، الإنسان كما قلت لكم إما أن يكون قبره روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النيران والعياذ بالله. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. إذا الإنسان في قبره يرى مقعده من الجنة، ويرى مقعده من النار. والحديث عن موضوع القبر يطول أحبتي الطلبة، لكن نعلم أن هذا القبر هو البيت الثاني. لذلك عليك أن تجتهد وأن تقدم ما يجعل هذا القبر روضة من رياض الجنة. فحافظ على الصلاة، حافظ على طاعة الله عز وجل، وابتعد عن الذنوب والمعاصي التي تغضب الله عز وجل. تعالوا معي أحبة الطلبة لكي نتحدث عن الموضوع الأخير في درسنا اليوم: مصير الإنسان بعد البعث. يبعث الله سبحانه وتعالى الناس جميعا بعد موتهم للحساب يوم القيامة. فإذا أذن الله عز وجل لقيام الساعة فإنه يبعث من في القبور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما تشق الأرض عنه هو أنا. فيبعث الله عز وجل من في القبور إلى أرض المحشر ليقفون بين يدي الله عز وجل، لكي يحاسبهم الله عز وجل على ما قدموا في هذه الحياة الدنيا. فمن كان مؤمنا بالله تعالى ملتزما بأحكامه وتشريعاته في الحياة الدنيا فينعم في الجنة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ومن كان كافرا عاصيا لله جل وعلا
فمصيره نار جهنم والعياذ بالله. قال تعالى: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إذن مصير الإنسان أيها الأحبة بعد حياته البرزخية أنه سيبعث بعد حياته البرزخية، سيبعث يوم القيامة ويقف بين يدي الله جل وعلا ليحاسبه الله عز وجل على ما قدم في هذه الحياة الدنيا. فإن كان خيرا فله الجنة، وإن كان شرا والعياذ بالله فمصيره إلى النار، سيعذب فيها لا محالة. فأسأل الله عز وجل جميعا أن نكون من أهل الجنة، أن نكون من أهل الفردوس الأعلى في الجنة. أسأل الله عز وجل أن نكون جميعا من أهل الفردوس الأعلى، وأن نحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. هذا ما جاء في درسنا اليوم أيها الطلبة. طبتم وطاب أوقاتكم، وطابت أوقاتكم بكل خير، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.